مرحبا بكم جديد في الجزء الثالث من الحكاية ديال مريم وعثمان. فمنكم بزاف يشكك في المصداقية تاع الحكاية، واش زعما حقيقة أو لا من الخيال أو لا مبالغ فيها. صراحة أنا لما سمعت حكايتها ما جاتنيش ولو أدنى ذرة شك باللي أنا وهذا الشيء راه ماشي مستحيل، خصوصا وأننا اليوم كنعيشوا في واحد العالم اللي كنسمعوا كفس من هذا الشيء، أو لا يمكن حيتاش سمعتها بالمشاعر ديالها، بالبكاء ديالها، بالخنقة ديالها، بكل شيء. وماشي حيتاش والديها ما تواصلوش معاها كيف فهم البعض منكم وما قلبوش عليها غادي تخليكم باش تجيكم هاد القصة غير حقيقية. تيقوني بلي انا وكان تواصل مع والديها اللي كنت قلتها لكم، ولكن من خلال الهاتف فقط اللي كان تحت التهديد ديال هذاك عثمان، واللي كانت كتوهمهم مريم باللي انها عايشه الحياه الورديه، وكل مره كانت كتختار عليهم فكره باش انهم ما يجيوش يزوروها. الاب ديالها بطبيعه الحال داكشي اللي كان باغي، لكن الام كانت محروقه، ولكن حتى هي كانت من تحت ضغط الاب ما خلاهاش انها تمشي تقلب على بنتها، واخا كانت باغا. ورا قلت لكم فشحال من لقطه انها كانت كتقول ليها بلي بغيت نجي نشوفك بنتي. واخا نقولوا هذه النقطه جات البعض منكم بلي انا غريبه، وما جاتكمش غريبه ان هو يكون شخص مريض قادر يدير بحال هذا الشيء ومازال عايش معنا في وسط هذا المجتمع؟ هذا الشيء راه كاين، بغينا ولا كرهنا راه كاين. ماشي حتى كتوقع جريمه قتل او لا جريمه بشعه ولا شنيعه عاد حنا كنوضوا نقولوا مسكينه هذا الشيء كان حقيقه وهذا الشيء راه كاين. شويه ديال المنطق الله يخليكم. ونزيدكم مستحيل والف مستحيل نضيع الوقت ديالي والجهد ديالي انني نحكي حكايه مستوحاه من الخيال لاي هدف مثلا. كاع انا عندي هذا الابداع وكاع غادي نوض نغامر نتفلى عليكم، ما نقدرش صراحة ندير بحال هاد الامور لانه كنعرف بيني وبين ربي. كون كانت القناة ديالي ديال الحكايات المخترعة وديال الخيال كون كتبتها لكم، ما غاديش لا نعذبكم ولا نعذب راسي انني نبدا نخترع بحال هاد الحكايات. وتيقوني بلي انا في تواصل مستمر مع مريم وصيفطات لي تصاور، نحط لكم كلشي كبراهين على شنو عاش. اللي ما يمكنش لي اصلا نشاركهم معكم، ولكن غنوريكم بلي شنو وقع ما بيناتنا. والبارح بقوه التعليق ديالكم حلفتها واش هذا الشيء بصح، واخا ما كانش عندي ولو ذره شك، غير باش داك الجواب ديالها العفوي نبارطاجيه معكم. نقسم لك بالله حيت والله ما كاين اكثر منك، اقسم بالله هادشي كله دابا اختي، والله القسم، والله ثم والله ثم والله اللي هذا راح تكتبوا الى هادشي كامل داز. دابا نتوما يلا في الجزء الثاني وشوفوا شنو قلتوا. مازال غادي نشارك معكم مقاطع من صوتها ايضا، وهي كتحكي احداث نتاع قصه مؤلمه واللي خاصها تكون درس. راه ما كاينش شي حاجه اكثر من هذه باش انكم تصدقوا بلي هذه حكايه حقيقيه. واذا عندكم شي اقتراح ديروا باش تثقوا اكثر، مرحبا ما عنديش مشكل. تيقول لك نتبعوا لك الدب حتى لعند باب دارو. المهم اذا عندكم شي اسئله وربما بغيتوا يكون شي حوار ما بيني وما بين مريم يكون مباشره، فانا ما عنديش صراحه مشكل، وتا هي ما عندهاش مشكل غير انني نغير لها الصوت ديالها. واصلا لا انا ولا هي احنا مضطرين باش اننا نقنعوكم بالاحداث الحقيقيه اللي عاشت منهم هي، اللي عاشت الالم ديالهم والمعاناه ديالهم واللي ما كيعلمهم غير مولانا. نقول لك شكرا، كتجي لي بقوه عليك داك شكرا، ولكن وتلقى ما نقول كنقول ضروري تهضر مع اميمه من بعد كل هضره وكل طريقه وكل تفاصيل كتعاوديهم، بان لي غادي نبكي بزاف هاد اليومين اللي جايه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، شكرا بزاف، طريقتك زوينة، تفاصيل مالك كما كيقولوا ما قصدي حتى حاجة، كلشي كاين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله يجازيك بخير. نانسي لا كما قالوا للناس اللي كيتابعوك ناس راقيين بزاف، قسم بالله عتي كنصمت القصة وكنعاود وكنبكي، معرفتش واش كنبكي، معرفتش واش فرحانة بأن هادشي كامل داز، واش فرحانة معرف ولا مقلقة، ولا قسم بالله جميع المشاعر تخلطوا عليا. المهم بغيت غير نشكرك. صحيح أنني عاودتها بطريقتي واللي كان صراحة صعيب جدا باش أنها تبوح بهادشي، حيتاش كل مرة كانت كتخنق فاش كانت كتذكر الأحداث ديالها مع هذاك الوحش. فالله يخليكم نراعيو شويه المشاعر واحترم الاراء ديالكم، غير ما تحكموش وتكتبوا هذه الحكايه ليست بحقيقيه. قولوا ربما الاحداث ما قدرتش نستوعبهم، قولوا واش فعلا حنا كنعيشوا مع هذا النوع، واش فعلا هذا الشيء كاين، ولكن راه ما كاينش المستحيل، ما كاينش المستحيل من غير المعجزات اللي سالوا، ما راه ما كاينش المستحيل مادام كنعيشوا في هذا العصر. سمحوا لي تعطلت عليكم، ولكن كان خاصني ضروري ندير هذا التوضيح. دابا حكايه الجزء الثالث او الجزء ما قبل الاخير نقولوا فيه بسم الله لنبدا. في الحلقه ديال البارح خليناها لما مريم غادي توصل لها بوالديها واللي ما جاو حتى الليل، حتى فقت من المهدنات اللي داروا لها. كتقول منين فقت لقيت ماما حدايا، منين شفتها بديت كنغوت، جاتني واحد الهستيريا وتنقول لها ماما ماما راني مزوقه فيك ما تخلينيش بوحدي. وكيشوف فيا بابا وتيبكي، اختي كتبكي، واحد خالتي جات معاهم حتى هي كتبكي. اويلي شنو وقع ليك؟ اويلي فين كنتي؟ مالك على هاد الحاله؟ فعلا كنت حالتي حاله، عامره حبوب، الشعر منتوف ليا وضعيفه وما فياش اللي يتشاف.
المهم كنت في الصراط في جهنم، بقيت كنعنقها وكنقول ليها عافاك ما تخلينيش غادي يجي يديني، وكنشوف بابا وكنقول ليها هذاك هو اللي صيفطني ليه، وكنعاود نفس الكلام وكنعاودو. جات الطبيبه ضربت لي الشوكه باش انني نتهدن ونعس من جديد، حتى فقت وبديت كنعاود لهم اشنو وقع وبتفاصيل اكثر من دوك اللي عاودت لكم. من بعد غادي يكري واحد الدار تما حيت ما قدرش نتحرك، حيت كانت عندي واحد الدقه في الكتف وفي الراس اللي كانوا صعاب، فبقيت شي شهر وانا غير في ديك المدينه كنداوى. هو ما كان عليه حتى شي اخبار وما كاينش اللي شافو ولا سمع عليه شي حاجه ولا حتى لقاه. جا خويا من الخارج تيبكي وتيقول لي يا اختي راني كنسولهم وتيقولوا لي راكي غير بخير، اختي سمحي لي راه حنا سمحنا فيك وما كاينش اللي سول فيك. مسكين ما خلى ما دار مع والديا على قبلي، تيقول لهم كذبتوا عليا وكتقولوا بلي راه مشينا. هما ملي شافو كان كيسول عليا بزاف كانوا كيقولوا لي بلي راه كنا عندها وراه دارها زوينه وتيكذبوا عليه. قالت لي ماما ربك هو مول هذا الشيء ومول هذه الهضره كلها. انا بديت نقول غير الحمد لله منين خرجت من ديك الدار حتى لواحد العشيه غادي يجي طبيب وقال لي الحمد لله راك مزيان. داروا لي الحديد في كتفي وما خصنيش نحركو، بما انك ما كتسكنيش هنا بنتي غادي نصيفطوك في الامبولانس، نعسه مقاده ما غاديش تحركي. المهم مشيت لمدينتنا وكل شيء يسول شنو وقع ليا مالها ولات بحال هكا وحالتها حاله. غادي نمشي نتبع مع طبيبه نفسانيه، وخويا مسكين عمرو ما قدر يسمح فيا. وتخيلوا معايا حتى النعاس ولا كينعس ليا حتى رجلي، وماما حتى هي وكيطلبوا مني غير السماحه، بابا حتى هو كيجي كيقول لي سمحي لي يا بنتي انا سبابك، وكيبكي بالدموع وانا ما كنتش كنهضروا. تنقول لهم اذا بغيتوا لي الخير عافاكم ما توريونيش هذا الراجل حيتاش كيفكرني فيه. عيا بابا ما يطلب فيا السماحه ولكن ما تنجاوبوش. بقيت بحال هكاك عايشين اليوم غدا اليوم غدا، تحيدت لي الباندا وليت كنتحرك واحد شويه وكنتمشى، وليت في واحد المرحله اللي ماما كتعطيني الدواء وكنت تنردو اعزكم الله، كتعطي ليا وكنرجعو ما بقاش كيوقف ليا في حلقي نهائيا. قالت لي لا خاصنا ضروري نشوفوا السبب علاش هذا الشيء. عيات ما تقول لي عافاك بنتي صبري عليه، لا ماما ما نقدرش راه ما كنقدرش نصرطو. لا غد لي غادي نمشيو للطبيب، قلت ليه شنو كاين؟ سمعي بنتي انا غادي نعطيك ديري واحد التحليله. هنا فهمتوا شنو بغى يعني؟ حتى نتوما راكم فهمتوا. لا ما يمكنش، شمن تحليله؟ تحليله ديال الحمل. ومن بعد جات ردي عليا لا ما يمكنش عافاك ما تعطينيش هاد التحليله. قطعت الورقه ورميتها لي على وجهه. لا 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 حيت ما يمكنش، اذا كانت بصح غادي نمشي مباشره للمقبره ولا ندير شي كارثه. جا خويا بقى كيهدن فيا وقال الطبيب عافاك كتبها لنا هاد الورقه من جديد، وبدا تيقول لي ان شاء الله يكون خير. مشينا مباشره للمختبر ودرت التحليله وبقينا كنتسناو وكنطلب الله يا ربي ما يكونش هادشي بصح، حيت راني تعذبت وما بغيتش نزيد نتعذب اكثر. انا مزوقه فيك يا ربي، اذا كنت دايره شي ذنب في حياتي يا ربي حبسوا لي هنايا، يا ربي راني ما بغيتش توقع ليا شي حاجه، يا ربي راني مزوقه فيك، يا ربي راني ما قداش. هاي خرجت التحليله، عيطوا على مريم قفزت، ناض خويا هو اللي غادي يشد التحليله وديناها للطبيب. بقوه الخلعه ما قديناش نسولو ديك اللي خرجت لنا هذيك التحليله، قلنا ليها غادي ندوها للطبيب هو اللي غادي يقول لنا شنو كاين. رجعنا لعندو حلها شاف فيا وقال لي اختي راكي حامله، ودابا خاصك ضروري تمشي للجينيكو باش يشوف شنو عندك، واش الحمل ديالك مزيان، حيتاش الدواء اللي تنعطيوك ديال الاعصاب وديال الكتف وداكشي الاخر صعيب عليك. عافاك دكتور غير عطيني الدواء، حيتاش ما يمكنش هادشي اللي كتقول يا دكتور. لا ما يمكنش. فبقيت كنبكي وكنشهق، وهنا داك الطبيب غادي نعت لينا واحد الطبيبه اللي مسحت منه واحد جينيكولوج. مشينا لعندها ودخلنا ودات لي الراديو وقالت لي راك عندك تقريبا شهر شهر و19 اليوم بالضبط، والحمل ديالك راه غادي مزيان. والطبيبه راني كنشرب الدويات ديال الموت، راه ما يمكنش شوفي شي كارثه لداخل ولا واش هادشي غادي يطيح. لا 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 ما كاين حتى شي حاجه، كلشي مزيان. سبحان الله كيفاش جبت لك الحمل وانتي كتشربي كاع هاد الادويه، فهاد الامر راه عجيب. تنبكي وكنقول ليها دكتوره انا خديت قرار انني غادي نحيدو. لا لا نعلي الشيطان، وقالت كتصبرني. لا دكتوره ما يمكنش تبقى منه عندي شي حاجه في كرشي، ما يمكنش نعيش مع واحد فين ما شفت شي حاجه منه نتفكرو، راه ما تنحملوش. واش انا يلا سهله يلا وارتحيت منه ومكملته ونصدق جايبه منه شي حاجه؟ لا لا عافاك ما يمكنش، ما قادراش ندخل لهاد دماغي. رجعت انا وخويا للدار وقلناها لكل شيء، كل شيء ساق الخبار، راه مريم حامله، راه مريم حامله. مشيت عند طبيبه نفسانيه تنطلب منها انا تعطيني شي دواء باش نشربو. لا بالعكس دابا غادي تقطعي كاع الدويات ديال الاعصاب وغادي تحافظي على راسك وعلى داكشي اللي في كرشك. خويا وقف معايا وقفه ديال الرجال ساندني، وفي داك الايام غادي يخرج ليا طلاقي
واللي عاوني هو مت عثمان وخالو، وقفوا ضده في المحكمه حيث كانت عندنا واحد الجلسه، وقالوا عائلته بلي انه فايت ليه خطب، ولكن ما كانش طول مع ديك السيده كيف هاد المره، وهو تشد وانا خرج ليا طلاقي وحكموا عليه بالنفقه بالفلوس بالتعدي بالقتل بالحبس بالاغتصاب، المهم كل شيء. غادي يدوز مده وغادي يجي عندي مت عثمان حيوان اخوه، وفاش جاوا قالت لهم ماما ما غاديش تبغي تشوفكم مريم، واذا شافتكم غادي غير تعصب، وحنا راحنا كنداويو فيها غير بالسس. انا فاش سمعتها مشيت لعندهم، حيت داكشي اللي عاود لي خويا عليهم اللي كانوا داروا في المحكمه وكيفاش شهدوا ضده او لا ضد ولدهم، يعني حرام انا اللي نقص منهم. هما ما عمرهم ما اذوني بحتى شي كلمه، بالعكس ولدهم اللي كان مريض. قلت لماما خليهم يدخلوا، دخلوا سلموا عليا، مو بقات كتعنقني وتقول لي سمحي لي، وتهبط لي على رجلي وتقول لي عافاك سمحي لي بنتي انا مزوقه فيك، راه هذا مسخوط مريض، وكل ما دخلش الحبس كنت انا غادي ندخلو بيديا. حرام يدير فيك هادشي، دينا كيف النواره وكتحمقي، شوفي كيفاش وليتي. قلت لها هذا مكتوب يا خالتي، ربي بغى ليا انا ولدي باش نعيشو. شنو على انت حامله؟ اه انا حامله. طاز عليا بالفرحه مسكينه وبقات لي الله يا بنتي الله، انا مزوقه فيك، عندك بنتي تاذيه، انا نعاونك فيه، انا نربي معاك، شفتو نتوما راه امانه عندي، حنا اللي ما درناش الخير. المهم ما عرفتش ما دير ولا تقول فاش سمعت هاد الخبر. فاش كانت خارجه هزات واحد البرا وعطاتها ليا وقالت لي هاكي باش تعاوني شويه في الدوايات، انا من اليوم انا معاك، وفين ما احتاجيتيني غير عيطي عليا، عمرني ما نسمع فيك. والحاج راه هو تيسلم عليك، راه غير مسافر مسكين كيداوى في الخارج، حتى هو مريض بزاف، وتيقول لينا غير غادي نرجع غادي نعوض ديك البنيه على كاع داكشي اللي دار ليها داك الحيوان ولدنا. حتى خوه تيقول لي غير سمحي لينا اختي، شربوا اتاي ومشاو في حالهم. فاش حليت البرا لقيت فيها زوج ديال المليون، قال لي اخويا خبيها حلي كونط وحطيها فيه، راه غادي تحتاجي الفلوس من هنا لقدام. وحيتاش ما كنتش باغا نشد دوك الفلوس قال لي اخويا بلي انه هذاك اللي في كرشك تيبقى حفيدهم، حتى دعاونوك راه ماشي مشكل. ماما قالت لي اي حاجه جاتك من اليوم خديها، لانه من هنا لقدام راك محتاجها، وماشي راكي تقلتي عليا، ولكن خاصك تاخدي حقك حيتاش راه ديالك. دازت واحد 3 ايام عيطوا لخويا وقالوا لي حنا بغينا نديرو شي حاجه لمريم باش انها تبقى مرتاحه في حياتها، حيت داكشي اللي دوز عليها ولدنا راه ما ساهلش. قال لهم مريم خاصها فين تستقر هي ولدها. خويا طاحت عليه هذه الفكره اللي كانت زوينه، حيت عارفهم بلي انهم كانوا ميسورين ماديا وبلي دوير على قد الحال ما سوي عندهم والو. صافي واخا الدار اللي اختاريتوها نصيفط لكم الثمن ديالها. فبما انني ولفت خويا وما قدرتش نبعد عليه قلت لي غادي نمشي معاك للمدينه فين داير نتا المشروع ديالك، واكيد ما رفضش وقال لي بلي انه ما غاديش يسمح فيا وغيديني معاه. وانا فين قال مت عثمان خذي لي الدار في بلاصه فين تيسكن هو، فين تيسكن زعما خويا. دازت الايام وقلبنا على الدار، خويا كان كاري في واحد البيت في السطاح في ديك المدينه اللي فيها المشروع ديالو. ناض ديك الحاجه اللي ساكنه لتحت قالت ليه واش كتعرف ولدي شي حد باغي يشري الدار الوسطانيه اللي كانت متحت منه؟ لا ما تنعرفش الحاجه، ولكن قولي بشحال بغيتي تبيعها مثلا. لقاها مزروبه على الفلوس وباغا غير تكركب بواحد الثمن اللي كان بسيط. انا وافقت وجات مت عثمان والشيفور ديالها وداوني وصلنا لديك البلاصه وشنا الدار اللي كانت كبيره ومتسعه، عجبتني وقلت لها صافي واخا مزيان. مشينا كاملين النوتير تكاتبنا وحطوها ليا في سميتي وقالت لي ها انت يا بنتي النمره ديالي راها عندك، اي حاجه احتاجيتيها قوليها ليا، انا راني عمرني ما ننساك وغنبقى نفكرك انت وحفيدي. وفعلا عمرها ما نساتني ليومنا هذا، فاش نحكي لكم الحكايه ديما كتسول فيا. دخلنا للدار صلحتها صبغناها وارتحيت ومشيت رجعت عند ماما نجلس معها واحد شويه. واحد النهار جات عندي واحد صاحبتي وقلت ليها واش واخا تمشي معايا لواحد البلاصه؟ فينا مريم؟ راني توحشت سامي، يقدر يكون باقي في بلاصتو ديال ديما زعما تيبيع الدسير. لا لا راه مازال باقي تما، حلفي بالله حتى مازال، راني توحشو بغيت نمشي غير نشوفو بزاف غير من بعيد. وراك حامله مريم عافاك غير نشوفو غير من بعيد وما ندير حتى شي حاجه. خرجنا مشينا عن بعد كنشوفو واش باقي تما، فعلا لقيتو والدموع تيهبطوا ليا من عيني. درت عندها وقلت ليها عافاك اجي نقرب وحده ولا اجي نشرو من عنده غير داك الفراز اللي تيبيه. ومريم يا قلتي باغا غير تشوفيه من بعيد، دابا باغا تقربي ليه؟ غا خليني انا مزوقه فيك. مشيت شريت من عنده الفراز، شافني وعقل عليا وبقى مصدوم. انا كذلك عقلي تيقول لي عنقيه عاودي ليه، ولكن ما قدرتش. شنو خصك يا مريم؟ كيلو ديال الفريز اسامي جاي مد لصاحبتي الفلوس وخطفت خديتهم ليه من يدي. بقيت كنقول حرام حرام ما قدرناش نكملوا مع بعضياتنا، هو عند باله بلي انا مزوجه، حيت فاش سول عليا هادشي اللي كانوا قالوا ليه، وقال صافي السيده راها عايشه حياتها ولا باس عليها، هادشي غادي نعرفه من بعد.
رجعت للدار وواحد الراس تيقول لي رجعي لعندو عاودي لي شنو كاين، وواحد الراس تيقول لي لا شنو غادي تعاودي لي يا مريم، كاين شي حد اللي غادي يقبل بوحده مطلقه ومكرفصه وحامله وباقا كلها مدقدقه مازال دايره الحديد في كتفها. قررت نكمدها في قلبي بحال ديما ورجعت كملت حياتي ومشيت نسكن مع خويا. وصلت وقت الولاده قسما بالله اذا كتقول لي الطبيبه واش الحريق قادره تستحمليه، واش دختي شفتك ما كتغوتيش، شوفي نقول لك يا دكتوره الحريق اللي دوزتو الضرب اللي كليت والعذاب اللي عشت راه هذا الحريق ديال الولاده جاني ساهل. المهم ولدت وجيت للدار وغادي يدير ليا خويا احسن اسبوع يقدر يديرو شي واحد. تهلا في يوم خلى ما دار معايا، في الاول ما كنتش متقبله ولدي وما قاداش نشدو، غيبقى معايا خويا بشويه بشويه وماما وصاحبتي وبقاو معايا لا حشوم عليك هذاك راه ولدك من لحمك شنو ذنبو هو، قالوا لي شنو تسميه بلا ما نفكر قلت لهم سامي. نهار ديال الاسبوع انا جالسه وولدي بعيد عليا، ماما اللي هزاه، انا ما تنقرب منه ما حتى شي حاجه، منين تولد ما قدرتش نحاديه. دوزنا النهار ديال الاسبوع والناس مشاو في حالاتهم، لغد اللي دخل عليا خويا قال لي شوفي شدي سامي وقولي بسم الله، اذا ما شديتيش تيقيني غادي نعطيه لماما تديه معاها تربيه. غادي يحطوا ليا غادي بحال يحط ليا شي حاجه بحال ملي كتطيح عليك شي حاجه سخونه ولا بارده كتقفزي بحال هكاك، غادي يحط لي بحال يحط لي شي حاجه في قلبي قسما بالله الا حط لي شي حاجه في قلبي كنحس براسي بحال شي حاجه تحطت لي، وكنشوف كنقلب الفجوات واحد الوجهي عنده مسكين باري وزعار وما كيشبهش كاع الباه نهائيا لا علاقه لا علاقه كيشبه ليا انا يعني وزويون وعرفت ما عرفتش، كنشوف فيه وكنقول له ولدي اسمح لي اسمح لي يا ولدي باش الخاطر يا ولدي انا مزوج شي حاجه وقعت لي انا ذاك في قلبي تزير عليا وشديت وعنقته خنقته بداك الحب وكنبوسه وكنقول لي اسمح لي يا ولدي اسمح لي راني راه ماشي لخاطري، وهذيك هي كانت البدايه نتاع النهايه. عمرني ما فرقت ولدي ولو دقيقه، تنقابلو تنبدل ليه تنوكلو ولات حياتي كلها هي سامي الصغير، اذا بكى نقفز نوض نهزو خلي ولدي يبكي يكبر حلقه، لا لا ولدي ما يبكيش بركة اللي بكات امو. ماما كانت مره كتجي تجلس معايا مره كتمشي للدار عند اختي، اختي اللي تزوجات وحتى هي حملات ومشات ماما قابلتها، والايام كتدوز. ولدي دار عامين دخلته للراود واللي كان كيصرف عليا هي ماما، كل مره كانت كتصيفط ليا اللي كتب الله، وخويا ما مخليني متا شي حاجه، الدار راه داري ولكن هو مكلف بكل شيء، الضو المال اصلاح الضريبه كل شيء هو اللي تيتكلف به. واحد النهار سافرت وجات الضريبه وكان خاصني ضروري نحضر، قلت لخويا لا هادشي طلع ليا فراسي، كل ما سافرت تيبان شي مشكل خاصني انا نمشي حيت انا هي مولات الدار. قلت لي غادي نمشي انا وياك عند النوتير ندير لك وكاله تكلف بالدار، بيع شريها نعطيك كل شيء، انا ما يبقاوش غير يصدعوني، انا ما بقيتش باغا نتحمل شي مسؤوليه، وانت راه نعطيك تحياتي حيت كنثق فيك، نكتب لك الدار بسميتك وحنا راه فيها بزوج، واش انت غادي تاكلني في داري؟ طبيعه الحال لا. كتبت لي الدار وتهنيت من المشاكل ديالها. ولدي دار 3 سنين وعايشه معاه بخير وغادي هكاك، ودرت ديبلوم ديال الحلويات الباتيسري نتاع الحلاقه والتجميل. خويا وماما كانوا مكلفين بيا بكل شيء، غير اذا فقت الصباح كنلقى خويا حاط لي مصروفي عند راسي. كنت عايشه بخير ومرتاحه حتى دار ولدي 4 سنين. واحد الصيف مشينا للمدينه عند ماما، ديك الوقيته جات معها عاشوره، دزت البلاصه اللي تيكون فيها سامي الخالي السابق ديالي، وبان ليا مشيت للدار وبقى بالي معاه، علاش ما نمشيش نهضر معاه، علاش ما نعاودش ليه شنو كاين، طبيعي الحال هادشي كامل اذا هو باقي مازال ما مزوجش وما دارش حياته وحده اخرى، نعاود انا وياه صفحه جديده ونعطي لراسي فرصه اللي يقدر يقبلني بولدي، نمشي نجرب حظي شنو فيها. خرجت النوبه الاولى الثانيه ما تجرأتش، حتى لواحد العشيه مشيت انا وجارتي لعندو خدنا من عندو اللعاب نتاع عاشوره، حيت في اي موسم كان هو كيتمشى بالاجواء ديالو. المهم عقل عليا وكل مره كان تيدير حركات كيزعموني عليه، وبحاله تيقول لي اجي مريم هضري معايا، شرينا اللي بغينا وقال لي صافي لا لا صافي ام الصابي لعب بهم غير سامي. شنو ولدي سامي عندك ولد سميتو سامي؟ السيد بقى مصدوم مده وحال فمو ما فهم والو، وحتى من الصرف غادي يغلط فيه. رميت لي القنبله ومشيت جلس، صباح بكري عاوتاني نط ولدي كان ناعس خليته مع ماما وقلت لها غادي نمشي ناخذ شي لعيبات من السوق، صافي غير سيري. مشيت لقيتو تيحط سلام سلام كيف بقيتي، سولتو على دارهم وسولتو واش مزوج، لا انا مازال، غير هو قال هذه الجمله قلت هذه هي الفرصه ديالي مستحيل انني نفلتها، وانتي انا تزوجت ولدت وطلقت، بقينا كندويو وعاودت ليه بلي انني تزوجت بزز مني وعمرني ما نسيتو، خويت قلبي وزدت مره اخرى.
تبادلنا النوامر، بقينا في الميساجات وكانت تعاودوا عقلتي على هذه وهذه وهذه، والمكالمات ما كانوش كيتقطعوا. رجعنا للعهد ديالنا الاول. حتى لواحد النهار طلب مني انه يشوفني، وافقت. تلاقينا في قهوه، من بعد مشينا لواحد الدار. عرفت بلي انا والخطا اللي غادي ندير معاه كان حرام وما خصوش يدار، ولكن انا ذاك بالضبط كنت نقول حتى شي حد ما يستاهلني من غيره، انا ليه وهو ليا. المهم تفارقنا وكل واحد مشى منين جا، وما كانش هادي اخر مره ديال هاد العلاقه المحرمه، حيت غادي تكرر بزاف ديال المرات. بقينا ديما في تواصل مع بعضياتنا، وعرفته على ولدي من التليفون وتصاحب معاه، وليت عايشه واحد الحياه اللي هي بسيطه ولكن قمه الراحه. ديما كنسولو واش ما غاديش يتزوج بيا، تيقول لي حاليا راه ما يمكنش مع ظروفي، مع ان كان باقي مكلف بالعائله ديالو. واخا كنت نقول ليه ديني تزوج بيا، كان تيقول لي لا ماشي دابا، ماشي وقتها هادي، وانا مازال ما مستعدش يا مريم، انا ما نسمحش فيك، ولكن غير ما مستعدش. بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا، وعايشه حياه اللي كنت فرحانه بها. في هذا الوقت خويا تعرف على واحد البنت اللي سميتها نسرين، كانت تيبغيها وكتبغيه، وكانت كتقول ليه ديما نتزوجوا، وكان يقول ليها لا انا ما تزوجش بك. كانت ديما تتقول ليها وانت ديها غير في اختك. المهم انا كنت شوكه في حلقها، كتغير مني لاقصى درجه، وانا غير اختو. ولكن فعلا خويا كان مهتم بيا، وعودني بابا على كل شيء. اذا قلت لها خويا جيراني بغيتك، تيسمح فيها وكيجي طاير، كيسبقني على اي حاجه في حياته. فمن اللي تيغير وكيعمي الحب وكتوصل به الدرجه انه يسحر. ونسرين كانت من هذا النوع، غادي تدخل من هذا الباب. وبما انها كانت كتجي عندنا الدار، كانت كتستغل هذه النقطه. انا وليت كنلاحظ بلي انه الاجواء بداو كيتبدلوا، وليت مبرسطه في حياتي. مره كيتقشر ليا الحميه، كل مره وشنو كيخرج ليا من مشكل، ما كنتش كنعرف منين جا. صاحبتي اللي كنت كنشاركها الحلوه من مورا وجبتها تعيش معايا وعطيتها عينيه، حتى هي تقلبات عليا، وغادي تنوض تاخذ النمره ديال خويا، وغادي تعاود ليه كل شيء، علاقتي بسامي وبلي انني كنمشي لعندو. خويا ما غاديش يثق بها 100%، ولكن غادي يولي كيحضر راسو مني، وما بقاتش ديك الثقه كيف الاول. بقات علي نسرين بالسحر حتى داخ، وغادي تعرفوا من بعد علاش عرفناها هي. حتى ولا كيتعاطى الكوكايين اللي عمرو هاد خويا ما هز الكارو اعزكم الله قدامنا، حتى وليت كنحسوا لعندو. والمشكله انني وليت كنفكر في ديك الدار اللي كاتبه ليه، وخويا غادي وكيتقلب عليا، وما بقاش كيحط لي الفلوس ديال المصروف، ولا يقول لي انا هادشي راه بزاف عليا خرجي تخدمي. صدمت فيه، وانا ما كنتش عارفه بلي انه هادشي راه السحر. حتى لواحد النهار كنت جالسه حدا ميمتي الحبيبه، بديت كنغوت وكنشوف العافيه قدامي. ماما العافيه شعله، العافيه شعله، اعتقيني. لحمي كيتقشر، حالتي حاله، وكلشي تقلب عليا. مشيت عند واحد الفقيه معروف في منطقه وحده اخرى. بالليل هزتني ماما وخويا النيت وداوني ليه، وكان خاصني ضروري يا اما ماما تعطي فلوس صحيحه باش نشد نوبتي، والا غادي نبقى جالسه كنتسنى. المهم غادي نكري واحد البيت تما، وماما هي اللي تكلفات وعطات الفلوس باش اننا نسربيو، لانه كانت حالتي حاله. وليت غير كنرجع وكنشوف شي حوايج، وكنسمع صوت في ودني، كندور في ماما كنقول لها مالكي خانزه، كنت غادي نتسطى. المهم دخلني بدا كيهضر معايا وقال لي بلي انه بنتي راكي عندك السحر في بزاف ديال البلايص، شو كديري في حياتك؟ والو. لا زعما عنيت، واش عندك شي خدمه اللي كتخلي شي حد انه يحسك بحال هكا؟ لا شريف، يمكن راه حاسديني على شي حاجه انا ما عايشاهاش. زيدي عندي هنا، كحازيت لعندو. شويه انا بديت نطق بالسمايات نتاع شكون اللي كان تيسحرني. غايقول لي الفقيه بلي داك اللي كتخدم ليك بغى تقضي عليكم بزوج، وها شكون وها شكون؟ قال لي انا غادي نحاول انني نبطل داكشي اللي عندك، ولكن ما غادي تبطل حتى نحيدو من بلاصتو باش يمشي معانا ويحيد لي داكشي اللي دار ليا. كان خاصنا نعطيو 10000 درهم الليله الاولى والثانيه. بديت كنرتاح، ما بقيتش كنسمع ديك الهضره، وما بقيتش كنغوت. الليله الثالثه مشينا لواحد المقبره، منين غادي يجبد ليا تصويرتي. ما كانش غير تصويره وحده، كانوا شي زوج تصاور اللي شحال هذه ما شفتهم، واللي كانوا قدام، اللي كان مكتوب عليهم الموت والعذاب والمرض، ومسدودين بالقفل. المهم جبد لينا داكشي الاول وخرجنا من مور هذه. زوج ديال الخرجات وحده اخرين غادي نديرو، اللي فيهم كان تيخرج ليا كل مره سحر. وحده كانت في واحد الشجره في غابه اللي كلها زباله حشاكم، اللي لقينا فيها التصويره ديالي انا وبنت عمتي مدفونه ومكتوب عليها شي عجب وحازمينها. وفي البلاصه الثالثه لقينا في واحد الواد واحد الصوفيطمه اللي كانت مكلكمه ومدفونه وسط منها اللي كان عجب. وبلا ما نساو انه في كل خرجه كانت ماما مسكينه كتحط 10000 درهم. المهم سالينا التبطال، وبكيت انا وماما كارين بيت تما 8000 ريال الليله، اللي في كل ليله كان كيدار ليا الرقيه من بعد ما كنصلي الفجر، وكنتسنى نوبتي بحالي بحال الناس، ووصاني بالصلاه ونبقى ديما على وضو باش نحسن راسي. والحمد لله
من تما رجعت بخير ومزيان، واخا مشات الماما 6 ديال المليون ما بين المباته والتبطال ديال ديك الامور كامله. المهم رجعنا في حالنا، جلست معايا ماما شي شويه من بعد مشات حتى نلحق عليها في العطله ديال ولدي سامي. سامي الخليل ديالي عاود لي فين غبر ديك 15 يوم، صيفط لي التصاور نتاع الكوارث اللي لقينا. ودازت الايام حتى لواحد العشيه كيجيني واحد الميساج فيه السلام، كيف بقيتي لاباس عليك؟ شفتك عايشه الحياه، واش نسيتيني؟ والله لا عشتي الحياه. ونزيدك حاجه واحده اخرى، داكشي اللي دوزت عليك راه والو، مازال غادي تشوفي العذاب ديال بصح. ومن بعد غادي صيفط لي التصويره ديالي اللي كنت حاطه في الدوسي ديال المحكمه اللي فيها الضرب. هذا كان عثمان. شفت داك الميساج وبديت كلي كنترعد، عيطت لخويا وقلتها ليه ديك لارينا بالتهديد، ومشيت جمعت حوايجي ومشيت عند امي. المهم عشت احداث اللي كانوا كتار في الطريق. غادي ندير كسيده، حليت محل ديال الحلاقه وتشفر ليا. بابا رجع لحالته الاولى غير الهضره الناقصه، وباغي غير السبب باش انه يزوجني من جديد. عيات ماما ما انها ما تدور فيه، ولكن الشعره ما كانت يحملها فيا، ما عرفتش علاش، لا انا لا ولدي. المهم بقيت مع بابا اللي غادي يكري ليا واحد الدار عنده باش انني نخرج من حداه، وغنعبد نعطيه الفلوس حيت كنت باغا نكون قريبه من ماما. وداري في المدينه الاخرى خليتها لخويا. بصق لي الخبر بلي انني كنشوف سامي وما خلى باش تهمني. عيط على خويا اللي حتى هو كيف قلت لكم قال لي راه صاحبتك فلانه قالتها ليا، وضربني وطيحني. دويت مع سامي وقلت ليه شنو وقع ليا، اجي عافاك غير تكلم في دارنا لانه القضيه راه حماضت، اجي غير دوي معاهم باش يعرفوا بلي انا غادي يكون معقول وما يبقاوش يتهموني. ولكن للاسف ما بغاش. فهاد اللحظه كان خاص هاد العلاقه انها تقطع هنا، ولكن للاسف ما قديتش لانني كنت كنبغي. بقيت محبوسه في ديك الدار اللي كاريه، وبا غير كيشوفني يا الفعله يا التركه. خويا ما بقاش كيسول فيا، بقات فيا الحرقه نتاع ديك الدار اللي كتبتها ليه بسميتو، وندمت لانه تقلب عليا. ماما في الاخير قررت باش انا نجمع حوايجها وتمشي معايا لداري اللي كتبت لخويا، لانه طلع ليها با فراسها بالفعايل ديالو وبالفلوس اللي كان كيقمر بهم. وخدات قرار انه الفلوس اللي بقاو ليها من الورث ديالها تخبيهم ليها. واحد الليله مرت خالي دارت العرس لبنتها، عرضتنا مشينا، وبدون افتخار كنت انا وماما وولدي سامي احسن وحدين، احسن ما عندنا درناه وتهلينا فراسنا ولينا مزيان وقادينا. وداك العرس كان في العروبيه، واللي شافنا تيقول ماما واش هذه مريم؟ واش هذه بنتك؟ هذا ولدها، تبارك الله تيبان بحال خوها، غزال ولدها. دوزنا داك العرس، ما جينا نوصل للدار رجعت بسامي كله مريض، ما عرفتش شنو وقع ليه. بديت كنعطي غير دوليبران ديك يومين الاولى، وبان لي بلي انه تزاد عليه الحال كثر. اديته عند البيدياتر وقال لي بلي انه مصيرناته راه منفوخين بالغاز. شربت الدواء اللي ما دار ليه والو غير تيرجع وتضعف بزاف. اديته عند طبيبه واحده اخرى اللي قالت لي ما عنده حتى شي حاجه، غادي يكون غير البرد. دوزنا اسبوع هكا كنتناوبوا عليه انا وماما، هي بالنهار وانا بالليل، ما نقدروش نغفلوا عليه. بقينا مقاتلين معاه حتى لواحد الليله كنت حداه، تيبان لي ولدي غادي وتيصفار وغير كيرجع عزكم الله، وهو اصلا ما تياكلش. بقى كيقول لي كرشي كضرني يا ماما، كرشي كضرني، واش بزاف ولدي نمشيو للطبيب؟ كان تيعاود لي غير نفس الجمله. نطلع عند ماما للبيت وقلت لها نوضي راه سامي تزير عليه الحال، ندوه المستعجلات، راه ما نقدرش نبقى بحال هكا كنتفرج فيه، راه تيغوت. هزيناه درتو في كويشه ديالو وديته في الطاكسي، دخلنا المستعجلات. قلبات لي الطبيبه السكر والطونسيون كلشي، وقالت لي بلي انه غادي يكون خير. صافي ان شاء الله يكون غير خير، غادي ندير واحد التحليله وغندقوا له واحد الشوكه باش ما يبقاش فيها الحيق. صافي هي ديك الشوكه تجيب غير الشوكه باش دقها له وداكشي. حتى كيقول لي ماما عطيني الماء، ماما عطيني الماء، عطيني الماء، انا زدت قرعه عطيتها له عطيته يشرب، اصلا كنت شاده له شاده له العسل وحده راسو، عطيته قرعه عطيته يشرب، عطيت الماما سخر موش ردوا على نيفو صافي. ودجمت ليا في يديا وبقى حل عينو وراك الغوت كيجيو الطبيبات كيجيو عندنا، قالت لي راه غير الاكسجين مشالو، غنديرو له الاكسجين وراه غيولي مزيان. صافي هزوه حتى يدخلوه الغرفة ديال الإنعاش، دارو له الاكسجين، بقاو كيدلقو له في قلبو كيضربو له كيدقادو له عيوبا عيوبا. خرجت عندي الطبيبة قالت لي ما لقينا ما نعتقو في ولدك، الدم والأمانة أمانتو. ما عقلت شنو درت في ديك اللحظه، كنغوت وكنقول ليها ما تقوليش ليا ديك الهضره، سامي جبتو حي جبتو باقي صحيح جبتو يداوى، ما تقوليش ليا هاد الهضره. قالوا ليا بلي انني ضربت الفرمليه وجرحتها في وجهها، ودخلوني عند سامي وعييت ما نفيق فيه، عييت ما نقول ليه ندير لك اي حاجه بغيتيها غير فيق، عافاك ما تخلينيش بوحدي، المهم تكباغاك. ماما عيطت العائله كلشي تجمع علينا، وانا تنغوت لربي اللي خلقني حتى طحت حداه. ضربوا لي شي شوكه ودخلوني لواحد البيت باش نرتاح حيت جاني نهار عصبي.
هنا غادي توقف الحلقه، لانه الجزء الاخير ان شاء الله غادي نحط لكم غدا اللي فيهم مريم جوها ابتلاءات صعاب يتقبلهم شي حد، ابتلاء مور ابتلاء. وسبحان الله ما ننكروش هادشي، كاينين الناس اللي تعيشوا بحال هاد النوع ديال الابتلاءات، ولكن ربي في كل ابتلاء تعطيهم قوه، ورغم الضعف ورغم الحزن والياس ربي كينوضهم، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن في هذه الحكايه اللي زوين انه في النهايه كاين واحد النوع من الرضا والراحه والطمانينه، فما غاديش نحرق لكم المراحل، ولكن غير غادي نطمئنكم وانه رغم هذا الشيء كله كاينه واحد النهايه اللي فيها رضا مولانا غادي يسلطوا على هذه العائله، او بالاحرى على مريم وميمتها، حيتاش مازال باقيين جوج احداث اللي صعاب تقبلهم شي مرة. فدمتم في رعايه الله وحفظه، خليوا لي الاراء ديالكم شنو كتوقعوا في الحلقه الاخيره ديال غدا، ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه للمره الثانيه عاوتاني. سلام سمع سلام.